ويكاند. عسلامتكم جديد معنا في الماجد ويكاند. كلمة زادك اخلطت علينا هذه الساعة الثانية اللي نبداوها مع الشيف دالي. عسلامة الشيف. اهلا وسهلا. شنحوي لك؟ صباح النور. سافا. انا شيخة على المنيو نتاع اليوم. في برشا حاجات نحبهم. عندنا سلاد دو با دونك سلطة مقرونة. وعندنا بريك دنوني كبكبو بالحوت وتاختو بوم بالتفاح. لدباره مع الشيف دليا بودا. هي للمنيو كيما كل جمعه وكيما كل ويكاند. معك قاعد يحضر فينا رمضان بشويه حسيتو. هي الشيف كل مره بريكه كل مره سخرين هذوما شهر ونص هكا. دونك نبداو نحضروا روايحنا من تو. والدباره اللي واحد ديما يبدا واحد في الدباره. دونك انا عندنا منيو حاضر نجمو نعملوه جمعه كامله. بون بريك دانون يلزموا اللما. يلزموا اللما جو باللما سينو نجمو نخدموا نحطوا في الكونجيلاتور ونخرجوا بشويه بشويه ونطيبوه. ما يفسدش. دونك عندنا اول حاجه سلطه المكرونه. سلطه المكرونه كاين نحبوا نعملوا مكرونه نورمال سينو كان نقولوا مدام سعيد نجمو نعملوا مكرونه قمح انتيغرال ونكسروا في الخضره. نكسروا بالكدا في الخضره. دونك سلطه المكرونه مش نسمطوا المكرونه نتاعنا. طيبوها تكون لينتي شويه تكون شكلي طايبه بالكدا. والمره هذه باش نبردوا المكرونه خاطر احنا مستنسين ديما في الاستيوس نتاعنا نقولوا رانا ما نبردوش المكرونه كي باش نطيبوها معناها كي باش نعملوا صوص غوج ولا غوزي ولا صوص بلون. مي المره هذه باش نبردوها المكرونه. دونك من بعد ما تبرد المكرونه باش نخصوا الخضره نتاعنا. اي خضره نحبوا نعملوها طوماط سوغيز بصل فلفل فلفل وبيرجين احمر وفلفل اخضر. نحبوا بيرجين طايب كورجيت نخلطوهم بالكدا بالكدا. مشوين ولا طايب كيفاش نعملوهم؟ طايب طايبين طايبين طايبين. دونك نخلطوهم بالكدا مع شويه كان نحبوا نعناع ولا شويه حبق. بيان سور كان نحبوا نزيدوا ترونش طن زاده من فوق من بعد تفويحه زيت زيتونه وشويه ملح وشويه فلفل اكحل وعصيره قارص. ونجموا زاده كيف كيف نزيد معاها ترونش نتاع صغير نتاع ضم. بيه دونك اوكي بيت زيتون وقرين فلفل برعبي باش نزينوا بيه. دونك هذه سلطه المكرونه نتاعنا كيما قلنا يا مكرونه انتيغرال وانا مكرونه نورمال كيما نحبوا. نزيدوا الغوكيت زاد نجموا نزيدوا غوكيت نجموا نزيدوا في بلاصه الطونش نجموا نحطوا زاده نجموا نحطوا بولي بيه دي ترونش نتاع بولي بداو مقصوصين. دونك بعد عندنا بريك دانوني. هاي بريك دانوني هاي بالنسبه للعجينه نتاعو سهله برشا 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 وتصبر نغلفوها بابي سيلوفون نخبيوها في الجوله حتى شيء. دونك واش ناخذوا 300 غرام سميد كنا سميد درتب و300 غرام فارينه و50 غرام زبده وكي نحبوا كي نحبوا الزبده نجموا نعملوا حتى ثلاث مغارف نتاع زيت ونعجنوا العجينه نتاعنا حتى تبدا لنا سوب لك العجينه تبدا هيلة بالكدا. دونك نخليوها ترتاح بالكدا في الفريغو بعد نحلوا بالقلقال نتاعنا. وعندك لامبورت بيسك اللي سيركل هذوكم اللي موجودين والا عندك لامبورت بيس الاخرى اللي ديريكت تطبع لنا كعبه البريك الدنون. دونك الفخس نتاعنا ساهل كي نحبوا نعملوا بالتن راهو تن وبيغسيل ومعدنوس ومعدنوس وبصل وشويه كبار. كي نحبوا نوزوه شويه شويه هريسه هريسه عربي. سينو كي نحبوا نعملوه بالفيون داشي دونك 300 غرام لحم عليهم كعبتين بصل شويه زيت زيتونه يتقليو بالكدا بالكدا يتخدموا مليح شويه ملح وشويه فلفل اكحل وشويه تابل وكرويه وشويه فلفل زين باش نحمروهم شويه هكا مزوزوهم شربيو عليهم شويه عظم بدا العظم طايب وشويه فخوماج نخلطوهم بالكدا ونبداو نفرسيو كيبات البريك الدنون نتاعنا. الزيت نتاعنا بيان سور يسخن بالكدا ونبداو نقليو كعبات البريك نتاعنا الدنون. سينو كي نحبوا نجم نحطوهم فوخ نفس البات نفس البات تحط في البات بي نفس البات. الكبكابو اي حوت ناخذوه اللي نحبوا عليه سواء فيليه نتاع بواسون ولا حوته كامله ولا اللي هو باش نحضروا البتيت صوص هذايا نتاع الكبكابو اللي هي كعيبه بصل تبدا مقصوصه ومغرفتين طماطم معجونه ثلاثه كعيبه الطماطم يبداو مقصوصين بالكدا والا نرحيوهم باش نفوحوهم بشويه ملح وشويه فلفل اكحل شويه رند شويه فلفل زينه شويه هريسه عربي نكته صغيره كمون وشويه كركم ونخليهم يبداو يغليو بشويه بشويه. اخر حاجه باش نحطوا كعيبات الكبار وشويه كالليمون هذاك المخلل يبدا الليمون نتاعنا مش قارص اما الليمون. هاي باهي دونك نحضروا الحوطه نتاعنا بعد ما تنضافوا الكل نحطوها في البلاتو نصبوا عليها في الصوص هذاك اوب ندخلوها للفور. بعد باش نخليو كعيبات بطاطا هكا يبداو دي غوندي تاع بطاطا وهكا كاب كاب نتاعنا حاضر. تخي بيان باهي هايل رشه معدنوس ها شويه زيت زيتونه فوق دونك هايل هايل الحقيقه دباره ما احلاها شايف اليوم ميرسي. اه يا سيدي التارت التارت وبوم وشكون سي عم شامل لنا التارت؟ اه حقا نسيت الحكايه هنا نذكروا لي زوديتور نتاعنا عاد بالديفي جمعة الاخرى شيف دالي عطى ديفي لامنة بن جمعة ما ذقتيش اها ما نجمش نحكم انا خلني لك احنا رايحين دونك الجمعه الاخرى شيف دالي عطى ديفي لامنه بالجمعه باش عملت السمسه اللي عطاها الغسيت الجمعه الاخرى عبارح جابت لنا سمسه وبنينه لا بنينه وهيله بالكدا هيله عطيها الصحه يا اخي هو اليوم ابارمون دور مهدي شاوي باش يعمل لنا تاخت بوم وكلمته راني البارح قلت له يا دالي سيس سيسني
تارت او بون ترون شوفها سهله ولا اسمع هذا تاش تركز هذا اي 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 سيدي قريه قريه مهدي اي سيدي بالنسبه للبات بريزي بالنسبه للبات بريزي سهله بات بريزي زيده هي 150 غرام فرينه عليهم 75 غرام زبده دونك اشتر الفرينه زبده ونبداو نعجنوا العجينه نتاعنا مع كي بعضهم تعجن بشويه بشويه مع بانسي دو سي تعجن بشويه بشويه حتى كي تبدا عندنا البوله هذيك نتاع العجينه بابي سلوفان اوب نخليها ترتاح في الفريجيدير حتى نشد روحها بالقدا سهله هذه سويعه من زمان ها سويعه من زمان سهله بعد ما ارتاحت العجينه باش نحلوها ناخذ كعبتين تفاح بيان سور باش نقشروهم ها نقشروا مهدي بدك بريفيرونس يكون التفاح الاحمر اي لا الاخضر خير دونك ناخذ كعبتين تفاح نتاعنا يتقشروا ونقصهم كارتي كيما نقصوا كعبه القرص دونك بعد ما تنضاف الكعبة التفاح تتقشر بالكدا باش نقصوها اون كارتي كيما نقصوا كعبة القارس ونحلوا العجينة نتاعنا ناخذوا المول هذاك نتاع التارت نحلوا العجينة نتاعنا نحطوها في المول وبعد ندوروا بها التفاح التفاح بيان سور باش يكون معاه 10 قارس باش ما يكحالش باش نحضروا اباري صغيرة اللي هي فيها 3 كعيبات عظم و80 غرام سكر وشوية هكا شوية بركة قرفة وساشي سكر فاني و30 30 مليليتر هذاك كيس هكا نتاع كريم فريش ليكيد هذوما باش نخلطوهم بالكدا بالكدا شوية زهر لا ما غير هذا انت زيد الزهر وحنا نعطيوك نوت من بعد اسمع ماذا بيك تتبع الغوسيت لا لتر شي ما فيها دونك لاباري هذا باش نخلطوها بالكدا بالكدا ونصبوها فوق التفاح هذاك والعجينه اللي عملناها البات بات سابلي ونحطوها ديريكت في الفور 180 دوغري 25 مينوت والطرد تاعنا حاضر سهل هكا شي ما فيها باهي هكا ورينا خويا باش المره الجايه نعطيوك نوت باهي دونك اذا ما نبدا بالجمعه تجي معنا نهار الاحد باش تذوقها اه وي امنا هكا تسمع فينا امنا نهار الاحد تكون معنا باش نعطيو نوت المهدي تقبل ديشي قبلت قبلت كحا باهي دونك تاخذوا بوم الجمعه الجايه حتحطي قدام الامر الدويق يزيني انا كل مره شاف دالي هي جبت لي ليه شاف دالي لقاها سهله طماش هو اللي يجيب كل مره يرمي الكره لحد مازال صالح توا حتى يرجع صالح زاده صالح لازمك تلقى له حاجه فيها روز ما طيب كان الروز صالح طيب كان الروز دونك شوفوا له حاجه فيها روز دونك الديشي نتاعنا الجمعه الجايه تاخذوا بوم بالتفاح معك انت مهدي ميرسي بوكو عيشك عيشك بيان سور تنجموا تشوفوا لا فيديو تعاودوا تفرجوا تعاودوا تسمعوا لي زانغريديون و نيزيتي با انكم تبعثونا تصاوركم خلينا نشوفوا زاد انتم كان جربتوا السمسه ولا اي حاجه قال عليها الشيف دالي كيف جاتكم بنينه ولا زهيره قبل ما تمشي قالت لنا قولوا الشيف دالي اللي جربت سلاطه نتاع الجمعه الاخرى اللي بن كناريه هكا ياسر ياسر جات بنينه قالت لك ياسر ياسر قلنا لها ويني قالت سي تو المره الجايه نقولوا لها نعطيوها حتى هي زهيره تحب السلايد دونك نسهلوا لها نعطيوها هذا السلايد ميرسي بوكو شيف يعطيك الصحه نتقابلوا الويكاند الجاي مع الشيف دالي اما تو باش نعطيو الكلمه لمهدي الشيوش اللي باش يحكي لنا على لي كادو دو بور لا سان فالونتان لنسي